الآثار هي بدورز، كل الآثار بدورز، موجود بالمصري. فايه حاطين آثار بدورز بس، ربي ما عاد بدورز. والله 5 دولار بالنسبة للأجانب مش غالية يعني، صار رخيص والله. كمان إذا بص في ده زحمة، هخش يوم حطينا أسعار بالدولار وراح حطينا أسعار. بص حاطين شيبسي وبرينجلز وحاجات. شوف الكاميرا، هو الأسعار هنا أسعار سياحية مش أسعار مصرية. إيه ده، في قطة والله العظيم. المكان حلو جدا، الظبط المكان ده حلو جدا يعني الصراحه. بس الاغاني شغاله، صعب عامل ازاي الدنيا بتمطر، بس الحمد لله خفيفه. هذه اغنيه اجنبيه شغاله. هو الصراحه اي حد طلع من المتحف المصري بيبقى طالع عطشان جدا وحران جدا، فلازم يشرب حاجه وياكل حاجه. الحمد لله حاطين عصاير. بس طول ما في سياح الناس كلها بتطلع تاكل وتشرب. في برضه حمامات بره اهي. طويل السناك اهو. وده كشك تاني اهو. كشك تاخده وتمشي على طول. بكام اهو؟ ب 2 دولار. اي اسبريسو 2 دولار. طبعا رخيص جدا. 2 دولار يعني 60 جنيه مش قصه يعني بالنسبه لاجنبي. اسبريسو كابتشينو ب 2 دولار. حلو هم حاطين اسعار بالدولار والله، مش حاطينها بالمصري. احنا المصري لما بيحطها بالمصري السايح نفسه يقول لك ايه عند غالي، وحتى المصريين يقول لك ده غالي. هم حاطينها بالدولار، يعني انت كده كده معاك عمله دولار، انت بتيجي تدفع ال 2 دولار بتاعتك زي ما بتدفعها بره في الدوله اللي انت عايش فيها، وخلاص الموضوع على كده. بس المشكله ان ايه ده، المكان ده رايحين فيه فين ده؟ القسم التعليمي. نقطة الناس راح فين؟ ناس كتير جدا بينزلوا تحت في حتة ما نعرفهاش، بس ده قسم تعليم أمريكي عربي. هيلتون اهو. أنا هنا في قلب المتحف المصري. أقعد أصلي صح؟ أقعد أصلي، أقعد أصلي. صليتش. يبقى إيه؟ شوف بقى أي حد يديني مصلية ونصلي، أو نخش جوه، بس مش شرط يدخلوني تاني جوه، لازم ألف من ناحية تانية. التذكرة بتستعمل مرة واحدة بس تقريباً.